أبناغي خداي مزنو دلوفان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بينرو قهدارين الرزدار أفدم وهميدة متوا يدباشو بخير بن رحمة وبركة خداي بن جاركادي حس كرنا خداي هاتين بو خزمتا وهيبيا بيشانديت خزمت كرنا أبرو كدا باشترين خزمت كاربين دعاية خشية وسرفرازية وبختورية بو جيش بسرمانا لسنان سري جهانات خزين وبتايبتي بو ملتي خواه وبتايبت جيكوان خشكو برايد بن ظلم وزورية ونخوشي وتعداو ظلم و آگری و خود تعالا هم یه پاریز دی انشاءالات و خلاکی دا جارکادی اتگل سیده نزیر عبدالقادر اگر خود حس کت دی بابت اکی دانستان دینی سرکین سیده تو گل اکی بخیر هاتی بشتر عزی بشتر دی خیراتم است انشاءالات اجری تمازم بد گل اک شمان دی خلاکی دا ام دی بحثل بابت اکی کین بابت اکی گرمه بگو بی جیهان همی بیت آخوت بابت کو شر نابرا بله غزة واجر غزة ونابرا اف مروفيت كو اف بيدا بينا هبينا وان وحطانو كا عريشة ومشكلة وتعدا وظلم وببختي يتكلينو حتى قهندي هبنجك بلا او جي تقل جيانا الفلسطيني ام بين سيدة جاري ما بحسي شر غزة كينو يه نابرا وانو جيانا دام دين جاري بحث جيا بخوكين هبينا وان و او غدر خيانات و او ببختي و شكندنا عهد و سوزا بله هر سردمي پیغمبري صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام و حتى بيقابي و ديت بردمام شكن اما وك يا زانا و قل جرا وك يتكسد و كتاب سبورت جانامي دا اما جبيداي كوبري پیغمبر بيت صلى الله عليه وسلم وانا ها يعني ما تحد كرن بخاطرنا بيغمبرك وتقولي دي ايت وام دي بشتواني ليكين وبشتي بيغمبر هاتي صلى الله عليه وسلم وكيا ديار وانا تظاني جاب بيغمبر ونشانه توي بلد يال هندي جيك نبوري بينينا بل كي دجاتي كر وخفكو بيلان بودينا دن بو هندي بوش نبرنا بيغمبري صلى الله عليه وسلم ام دي موضوع ما باباتي ما دي سرهم دي بتن هبينا جيا سردم پیغمبری صلی الله علیه و سلم کجا پیغمبری صلی الله علیه و سلم چگه هر اف تخم مروه بینوید ها بله پیغمبری چوا سردلید گلوان دا کلیه هکرم جور احمد دست پیکش بری دست پیپینو پاش دیچین انا بابت ایده پانه یا خوده بله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلاة و سلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والا بی گمان کو یعنی یا معلومه جی بری پیغمبر صلی الله علیه و سلم هجرت کرد شما دینه شما که به مدینه جهید موجود بین پنج باب کت جهیا پنج ایجاخت وانا المدینه هبین بله شوان ایجاخت جهیا ایک جدر وی مدینه بیت کتنه بنا قرای دل خیبر بین و یه دی داخلی مدینه دا بین او داخلی مدینه دا بنو قینقاع بین بنو نظیر بین بنو عوف بن بنو حارث بن وأفاج درفجي ما قلت بنو قريضة بن پیغمبري صلاة خود السر بن تعامل ادجال جهيا كر بلكي دام بيدان بهابين وانا كر خلال دستوري دا يعني وقت الدستور دولة مدينة دا بحث جهيا هاتا كرن وما فت وانا هاتنا دستي شان كرن وهروصا يعني حقوق توانجي همي حقوق وما فت وانا هاتنا دستي شان اركي توانجي هاتنا الديار كرن وديار پیغمبري صلاة خود السر بن نیت پیغمبری صافی بین گلوانا دست پی که کو اوه کتله اکا بشریه غیر دینه جهینه مثلا بله پا هر چابتن یعنی جر جر سایه دولتا دولتا مدنی اوه پیغمبری صافی سرم آوا کری همه هر کسی که هبتن حق و مافق و هبی حق و هبی بین صحابه دولتی و بجید جهی جی یعنی طائفه بین مجتمعی که جدا بین مش مجتمع عربی طبعا وک دین حتی وک قومیت جی اوانا جي حق ما في خد دستوري دا پیغمبري صلى الله عليه وسلم يعني سيدا وجل جرا عندك وصى حضرت كان يعني وقت ده صلاه اسلامي بعد اوان اديان ديتري ديش نافقدر خد قبيل نكل اوا پیغمبر بيا اوا نمونا بل اوا ما يعني برچافتين نمونا نمونا يعني يا دوله مدنيه او هاف چر خافي غافي ام جل جرا نافت خدينكو ام قرن 21 ام بشر مروفت گشتين استكي وصاكو حتى
وقت حكمرانية كي بكين جير دست هلطة في حكمرانياها يعني جورة وجورة مروفة وجا شي ملاد بن شي أديان بن شي مذاهب بن شي تخم بن هركسة كي هبتن حق ومفافة بن سهوانا أفي حكمرانية هاي أفا باري 1400 ونزيكي بينجي صالانة بيغنباري صعب قريس تربن أف دولة يا آفا كري وحق ومفافة هركسة كي تدا ديار كريم بلي باب مخابني في يعني وكي تدست بيكا برنامي طبيعة جهية طبيعة خيانة و غدرية و شكاندنا سوزو پيمانانا و جا چو جارا اوانا يك جارب تنجي اهدو سوزو تخال جال پیغمبری نبن نساري ایک جارب بدرجاهية تاريخا سيرتا پیغمبری علیه الصلاة والسلام برند پیغمبری صلابت خود سربن عقوبه داينينا سروان يد داري خستين يد كشتين هنده كشوانا عقوبه كرين بس هر دسابة الگوري قانيني که قانين و دستور مدينة يوي سردمي بو تاوان باره كي كانه چي دانا چي سزاد دانا نفس وي سزاي پیغمبري صلابت خود سربن سروانا تال بيخدين آنكو پیغمبري خود صلابت خود سربن جاره كي بتنجي نافچافت خود جهيه كي نكري نگري هكنا غوري قانون يعني دستوري بتن نافچافت خود نكري نگري اجبر آينوي نا 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 بر بيرو باوري اللهم إلا أفي مروفي أفي جهيان في قبيلات جهيان بشيل يعني حقوق مافيت خلقيت بشيل كرين يانجي مخالفات دستوري وقانونية كرين. پیغمبري صلى الله عليه وسلم عقوبة يدينا. بون منا مثلا بنو قينقاع. بنو قينقاع ابن إسحاق خد جرازي بيشتن هر دست بيك بشتي شر بدري. پیغمبري عليه الصلاة والسلام السيكا بنو قينقاع السيكا همي كو سيكا برفرايا همي كوم كرين ظلامة وانا نزيك احتمالا 400-500 ظلامة كوم كرين. قوتي قالي بنا مالا قينقاع قوتي وديت خد تعالى شوف سري مشركة قريش يا إنا إيمان من بينن هن ظن أس پیغمبر خودي مسلا بخسر و بحث خبره پیغمبرات يا منيت كتبت ودا هن مبترين ناس كنش عيالي خوي يعني قرآن بيجدن وجا إيمان مبينن ده هما أم ببينا كتلة كبشري دولة كمجتمع كي إجرتية علاقة بحيوان ديت مال جلي كم ده بينا برايتكت إيمان پیغمبر ظن أو ظن أنا بپیغمبر أشوا آيات القرآن قلت يعرفونهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم يعني كشاع عيال خو بل كي بدر پیغمبر ناس كير حتى جارك إمام عمر قتا كعب بن أسد قتا آتا قرآن بيجت هين جهي يعنيش عيال خو بدر پیغمبر ناس مقارب حاشا هري قتا بخدي وصلنا قو حاشا نزاكا قريبي أمريكا يوية أو نيوية يعني هذا كي أخذنا كاب تكي كريتا بس يعني صحبتها صحبت قتا أصاد الصاد الظالم أفا محمد صلى الله عليه وسلم قري يعني آيات التوراة قد أبقى پیغمبر خودية بنو قينقاع وكما قلت يعني دائما يعني هدي بيتشت بتن وك تعالية كي هالدفع خواه مازن كرنا كي خواهش حوالي خواه بلنترد بينن حسيداهية كي شاف بينا رابينا كي تكبرة كي هالدفعنا هاي قلت يا محمد قلت بخواه فخري بخواه نبا قلت سر كتن سر قريش يا إيناي هشتا ظلامت ميدان نديتنا يعني هشتا فيرس و جنگاور نديتنا قلت اويتا شركن أصلا هما نظاني شري بكن قلت ما حفصت جاك داريت پیغمبر صلوات خوري السر بنا برا خدايا قلت حجكو شول قلبانا دي قلقا بزحمت بس هر قل اندي جي پیغمبري بهنا خوالي فرها كر حتى يعني بيجتن ابن هشام خد اجرات بيجتن جنكاك جرادي جي حلقه كادي جي اشما مفسح بتاعي المهم يا واضحه جنكاك ابو سرمان تشتا سيكا وانا تشتكي كرت اي كي جي تعرضت بتني حاشا بخد انت سر عبايه وجنك تشت اجبن عباي دار كبتن حاشا وكي قلت بس طارت بتن او اف جنكات كي تقريبا بسرمان اكتيتن ابي جهيات كشت جهي جي ليكم بن ابي بسرمان يتكشن جرى ابا ريدانك شخصيه يعني ريدانك يا سي كي دا تشبيت نبرا جنكا كي ظلامه كي دان حتى الظلامه كي ابي ديادا مساله قتليه يا تشبي بس پیغمبر خود صلابت خود سر طبعا مواجهه اي كي الجل ادجل جهيا مواجهه اي كي سنگو تاق الجل يعني جهيا طبعا الفيري جهيا اي كم جهيتكو عهد اخوال قال پیغمبريش كاندي وش بند ستوري مدينه داركاتين جهيت بنو قينقاع بن هراكي في غافي ما غوتي خو حاضر كين بو حربي ادي باشا پیغمبري غوتا وانا بابو ام دا كادرين خوري ابي مساله حل كين يهات يا كشتني امي خويناوي دينو اگر اي قاتل بت مثلا يعني بي غالي غرس مثلا ام احتمال عقوبوي كين وي كوجين بابو دي كار راس مساله خراب نكن هندي پیغمبر هاتي هر اوانا دویا لازمه سنگکیل پیغمبری بدن یعنی خدا نتخو حفصت جاک دارا پیغمبریش علیه الصلاة والسلام يعني زاني كو أفاد يعني كارت كن بو حربي بو فتنة پیغمبری جي صبر كيشار سروانا حتى آخر نفس دا پیغمبر ندا پیغمبر بتن كو يه نقضا عهده بكت الگلوانا يان جي بنماية دستور مدينة شلاي پیغمبری ببنشکاند نخير پیغمبری صبر كيشار حتى يعني آشكرا
وكي اوي دي ما قلت حادثه كفردي بنهات علاج كرني نهات وكي قلت يعني تشارجو فكرن اش بن مساله دركات لو ما پیغمبري عليه الصلاه والسلام رجا الشنبيه طبعا پیغمبري زاني كو اوي تهما شر البره شر البره و اوي هما بس وكي قلتي نان بخوار نكنينه مثلا يا كشتنا يا وي ظلامه جهي پیغمبري عليه الصلاه والسلام رجا الشنبيه الهيوا الشواله حركه كا جلكا سريع يعني هماش نشكه كيفا تقريبا نزيكي 400 صحابه برن وطبعا دينا وكي قلت ابي ذكر يعني دورمان دورت كالهتوانا ما قلت جرتن وحصار دينا سار كالهتوانا باصدر رجا تقريبا حتى تسليم بين يعني وقت تسليم بين طبعا وخو حاضر كرن طبعا بو كشتني كدا ابا خيانته وكي تشافي غا وقت امت بينين دولتك شيت ميت في غاوي اف دولتك ما وقت معارضه كت ناف دولت دار رابط ان شورا شكت تاكرين تشا مديت ما كردا بو حق وما في تخيت روا ما شورا شت كت تريد مثلا حكومات العراق وسروكت عراق تشي ترا تارد جامك اب صدا هزار احتمال كردي كشتي سر به مساله امت بيني كان تشا هافي غاوي مثلا الغزه تشكوي دا خازا ما في خاطر تشا دا خازا اخ كت كن سر بجين تشا برخد دا صلاه جيايه بجا لوي سر دميجي عينا بدرجهيات تاريخيه وصل وقت تا دولتك اواكر بتن و ايك هبت الدولتا تا دا هوراتي تابت تا حقوق ما فتو دابني و تقال هندش دا رابط برامبري تا رابط و دولتي بحرفين تو جواكش نافك ببتن والله حقيوي الشر لازم تشتري قلبك پیغمبري جي عليه الصلاة والسلام اكي ما قوتي يعني حصار دينا السروانا و حاضر كرن كو اويتا حقيوانا القوري دستوري چكوا خيانات الدولتي كر پیغمبري قوت اويتا يعني حاضر كرن بو كشتني طبعا الجل فيكو بيغمبريكو امريكو شتناواندا هندي افيت جاك هلجيرتي طبعا نا بيرا ميرا نا بيرا جنا نا بچيكا نا جنكا اويت ريشتي خوري مالت خو يعني باكي غوتي بشي باجداريت في برنغاري دا ناكري بيغمبري او همي عفي كريم تني اويت جاك هلجيرتي دجي بيغمبري عليه الصلاه والسلام وطبعا چون سر كال هيت خو تير هافتنا بسرمانا وشركي بردوام چيبيو بس مساله شي جهي يعني هنديت جابونن هما قال قواطر صان خلاص هما فيجات هلورهن وتهلوا شنو تي ناخوار ايدي خال برخوا ما قلت ناغرن پیغمبر دنيا ايفت جريدا بله بله شو مبدا انين ما ياشنات برنامه كيديش داكر خدي حسكه ما اشاره بدابيه ابي بن سلول ابن سلول كسروك منافقا بي جهيه بنو قينقاع يعني مواليه ويبين حاجكو دوستيت ويبين يعني تيكلت ويبين اكثر ابي بن سلولي برخو دايكو هكر اف طائفه جهيه اف بنو قينقاع ما قلت شناف بچت طبعا اف هر وقتا دستكي وي جيفاكري چوكا منافقه و تجي جهينا هر دو دستكاري الگل اكو دت كن دجي پیغمبري عليه الصلاه والسلام هكي چات دست ايكي جيفاك ربي خواوته پیغمبري اسلام تو سر من گوتي اوانا بد خاطرام نكوجا اوانا بد خاطرام نكوجا پیغمبري عليه الصلاه والسلام هندي هاته بلا خوجي و نكر المهم دو ماهي كي اجبر كودا ايكي جي دا وكي قلتي اجرتنا اهل مدينه جبريك ناتشت وبشتي هنجي دا حفاظ السر وحدات الدولات اجرتنا الدولات بتاكرن بيغمبري غو خدا ابن سلولي وبنو قينقاع عفيكرن عفيكرن كو وكي قلتي مال اخوا وسلاح اخوا وعيال اخوا ببن بس نقينا كشتن يعني دارخ اجلاء كرن عربيت بجني اجلاء دارخستن بجا مال اخوا عيال اخوا تشت خبرن وشون داركتن افا ما قلت يعني اويد يا پیغمبر صلوات خدای سر بن اف ضربه عسكري ضربه قالك قوات بي پشت شر بدر ما قلت چند سمعتك ما زبو بسرمانا چي بي او هادي جهات السرو بجا ولي هات پشت هينگي بي درسك بو بنو قريضه وهر وصا بنو النظير جي اف هر دو قبيله شنيكو عم دي بحسي وانا كين اوانا بجا اي دي وكي اويد يا ناكر يعني وكي بنو قينقاع ناكر هر وكي ترسك بوانجي ما قلت چي بي طبعا الفيري افا حبيب امر خد تعالى يا پیغمبر صلوات خدای سر تشتكش دفخنا كيريا وكي خد تعالى القران دشن و اما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين پیغمبر صلوات خدای تعالى بر اينگي گوت بي پیغمبري يعني عهد سوزا بدا يبرامبري خو يعني عهد سوزا بدا يبرامبري خو جيار وجيانت نا برا خواندا پیدا كه بجين ام سرودات نه ام سرما داورن ام حقوق مافت کو دو دي پيشيل ناكين مثلا بيلي نانين ام ظلم اكو دو ناكين هاري كادج ميت اكو دو ناكين اوا حمي او عهد سوزن يت پیغمبر اسلام پسر مي گلوان جهيا گريدا بس هر گاو کا خود تعالی دي صفه جو تا پیغمبر گو هر گاو کا تا بهنا خيانت شوانا ديد و اما تخافن من قوم خيانه
هكر تا بهنا خيانتش يه برانبر ديت اوكو تا تا حق ماف جيان داي حق دولت بينت داي حق حالاتي بونت داي وماف ماف حق توش تداني سرهندش رابش خيانت تبكتن حويايه تبت حويايه تاي خدان كليت بن سها دولت تاي جيتن هينج فانبذ اليهم على سواء كاچوا وانا اهدا خال گلدش كان سواء بسواء وكي ايك وكي ترازي تجي اهدا خال گل وانا بشكنا بري تو بهرش بك يسر وانا بري تو شر وانا بكي يعني تجي بيجي برا عهد سوزت نبرا مودا نمان يعني كاچاو عهد خال گل مشكان ما واش طرف ماجي وهين جي في گاو نت ايمنن برام بريما طبعا دا شنشكه كي بهر شپ كي سر اي كي بشني سمعت تا بشكي بجرمانه پیغمبري صلوات الله عليه وسلم بيكو حواله خو هوشداري كي بدتي بجد خد تعالى گوتا پیغمبري گوتي بيجا فان بيد اليهم على سوا كاچاو انا عهد خال گل تشكان تجي حقيت عهد الجلوان بشكيني ان الله لا يحب الخائن خو طرحش خيانت كارا ناگدم في شكلي بنو قينقاع اش مدينه هاتنا داري خستن بله سيدا تبحث كرتا قوتي بنج إيجاخ بين بله كو إيكي شوانا شوان بنجاش داروا يمديني بي أبا بنو قينوك آع و أبشان دهاني كير برامبر بسرمانا أبعاد وسوزهات شكاندني و پیغمبري صلى الله عليه وسلم أفرافترات برامبر دا كري بشتي هنگي بي درسك بو إيجاخين دي تريجيك براوستن حد يخوا يان بردامي سر خيانتا خوا نا هما هابو نمونه بگاه بنو نظير او او قبيلات دوي او بلي. او كتلات جهية يا دوي بنو نظير يعني بشتي طبعا بشتي مثلا قينقاع دركاتين اوش اجلاء كنش مدينه پیغمبري عليه الصلاه والسلام افانا بجا عداوات اخوا الجبن نهما عداوات وانما محاوله كشتنا پیغمبري كن صلوات عليه السلام طبعا سبب چبي سبب ريدانه ظلامه كت گوتني عمرو بن اميه الضمري دو ظلامش قبيله بنو عامر كشتن گوتني كلابي بنا ايجا خيبيش بنا مش ايجا الشق عشيره يا بنو عامر دو ظلامش وانا كشتن دستور مدينه دا وصحت بيان بيسين كو هكر الشاولاتيه دوله تام مدينه خينك بكفت سرقك همي ديدن همي ديدن يعني او ابي تادين كشتنش كيد كيبن بجاه ما كاش كيبن شي داخلي او دي بن شي داخلي دوله تاب سرمان يانج در وجيبن اكيد داخلي دوله تاب سرمان چكو هينگه پیغمبر صلوات الله عليه وسلم دوله اوا كربي پیغمبر چو گوتا جهيا گوت هينجي وكي گوتي هاف كيفيت منا هينجي بجدارن دوله تدا هينجي ورن او دي بدن يعني خوينه هاري كاري امدن باركي گيرن دو ظلامت كشتين يعني عمرو بن اميه اينا گوتنا پیغمبر صلوات الله عليه وسلم گوتي بلا سر جواب تو گلاب خيراتي باب قاسمي دكا بو او دي يك دو شك يك دينا بن ديواري كي گوتي حال وري به حتام زادي بوتت اينين و پشتين گمه سر مسئله اخر ان شاء الله امدي بيك اينو امدي خوينه دين ات بشرا حيي ابن اخطب مظن في ايجاخ ايجاخ يا بنو النظير رابطن اتشتن ظلامكي وكي قوتي او ديت كت يعني وكي كاچا وقت او حيشتر سرجي كت بجنا اشقى القوم عينا افاجت نافوان داك مروفت مجرم قالك هابينش شندك دي مجرم تر افاجت قوتني اشقى القوم او اي قوتي پیغمبري كشت او حيشتر صالح كشت او ايت قوها ما باريك ايك بدت هارت شا بدت بلي بلي شو اتفاق الجال كرو قلت هرب براكي مازن ببا هنداوي وي ديواري وي او عرضي پیغمبر بن رشتي خاري اوي بري اوي ديبكا يعني اوي بري وي ديواري سر دابت طبعا وانا اوي ديك هبي اقل دارك هبي مروفا كيب اقل بي قوتا وانجي قوتا حيي قوتا اوي كاري ناكن قوتا از بينم خدايوي دي بجتي يعني خدايوي سكي چند ايمانك قوي جي هبي بونا گودي دي كشف بت مساله و خدايوي دي خبري بجتي اينا طبعا حيي ابن اختبان ابا طبيعتي جي انا ش بلانت خلي برام بلانت كشتني طبعا ابيها هاتو دا بري هما گريل كت سر پیغمبر دا صلوات خسام اكثر جبرائيل هات اخوري گوتي يا محمد حلو الرابع پیغمبر صلوات خسام زفريفا شويري هاتو هات مدينه و گوتا صحابه حال مسالت ي جهيا اذابين و گوتا محمد بن مسلمي گوتي هرب جهيا و اهدا خال گل مشكان يعني و دستور مدينه و پيشيل كري و گوتي و محاوله كشتنا پیغمبر يا كري صلوات خدل سر يعني پیغمبري بن الفيري طبعا اوانا مناقشه بلگي ناكر نگوتنا پیغمبري عليه الصلاه والسلام كوارا بلگيتا چيكو ما خيانتي وكري هر چند ماني چو بلگني نجي اش غيريكو وحي رب العالمين يا وماسترين بلگي طبعا بلتاف ما بصرمانا بس اوجي كاچوا ما ايمان هياكو وحي بو پیغمبري الصلاه والسلام خدي سربن و بلگيش هميا دليل ي اتهام ي توان باركرني كو مادام خدي گوت خلاص صد صديه وانجي وكي ما ايمانا بهاي لو ما تبيجي تاريخا سيرتا پیغمبري دنات يا جهاد بن مناقشه گال پیغمبري كربت گوت بابا ما چيكرا كادي ورا كا بلگي كي ما بينه مناقشه گال پیغمبري ناكر السرفي چنده
وقتی محمد بن مسلم پیغمبر اسلام خسن بریکری گل نزیکی 300 صحابه کو بچتن وانجی در به خطوه کی بنو قینقاع هر به کی چا وانا د استوری مدینه شکان اوانا جیش کان او خیانت وانا مسطره چکو کشتنا پیغمبری حوالا کشتنا فهمی گله گله کا زحمته اینا گوتنا محمد هما بس مناقشه شکل گلوی گوتنا محمد بن مسلم طبعا شش رجا حصار دینا سر گلت وانا و پشتینگه تسلیم بین و هما بس اوا گوت محمد بن مسلمه گوتی یعنی گوتی حکمه یه بنو قینقاع الگل مابکن کوا چه رفتار الگل وانا کر به معنا حچ کو او دیت ما یعنی چت بجن عیال ما و مال ما و پرتال ما جبدنا ما پیغمبر اسلام تو سرم گوتی و وا شکیوت تن گوتی خیانت و مسطره گوتی هی نسلاح الگل خود بن عیال الگل خود بن و نه مال الگل خود بن راپورت هنده ما گوت درکبن طبعا ما قلت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله ده روش مجال داروانه گوتی کو درکبن مثلا یعنی هکر مثلا کاش یعنی یا اودی با یعنی فعلا کاش شخصی با ام دی فرض کن بابو شخص کی عادی او تشتی کی او گوادی ما گوتی او اشقل قوب کا کیش کنه وی پاش دیت ان شاء الله صحبت ادا هکر اوی محاوله کر باش نک خو پس بنده اکت ناف جهی یادا مثلا سر وی گرمی دی چت دی چت مثلا کر بو عینات دی بابو برکل پیغمبرید مثلا کا شخصیه بس اما سروک یعنی یه بن مال سروک ایجاخ سروک عشیر سروک بنو نظیر یعنی پلان دین تو اشراف سر بک تو و او خوب خو یعنی پلان تنفیذ کی تو حیی ابن اخطب طبعا اوا و کی گوتی چی یدی چه هجت بینت یعنی چه هجت پشت این گجی کنگ یاد دیره شوانا موانا نه یحیی سر جکر موانا نه بابوی زکریات نیو رقت کر ما جهیا با پیریت وانا ها با پیریت ید وان 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 ید وانا اوید فیگاوی فلسطینه ما نه چل پیغمبریت خواهیت کشتین چپ سری موسی اینا چپ سری عیسی اینا حتی رب العالمین هکر عیسی جو قرطان نکر بر با اسمانا نو که فیگا وی عیسی جی قد قد کر بی او کشت بی یعنی وجا دیر نین اشوانا کو پیغمبری مجیب کشن صلاوت خودی السر پیغمبری من سر رای هنده جی کو یعنی قیادا بسرمانا همی وقتا آرمان جکای بها گران الدف دجمنا وقتی قیادت کشن الدفوانا على اساس كو اوا خلاص قضاء السر اسلامي كير بونمونا يعني او هولو بزافت وانا كريم بو كشتنا امام بناي مثلا خدای جرازی بتن که یعنی زانایت وی چرخی حتی ویگاوی شک گلک گرنگی دن سرکردیت بزاو حماس بله بله سرکردات کجن حتی ما بیرا هکل بیراتا بتن یعنی احمد یاسین او ظلامی که همه بس سریب تری شد که سر عربان که بهنا وانهاد طبعا او جی کشت بجا ما گوت یعنی سه اویدیا یا سه ریدان چه بین بله بشین ریدان اگر بسیار اکیب کم بله صحبت دا دیار کرد کو جهیا بله زانی یعنی پیغمبری خودیه و چو حاشا نویتی دانینه بله و کچوات یعنی داد آیت جبه حس کرد اواناش ایال خوب پتر پیغمبر ناصر بله. گرد صلی اللہ علیه وسلم و حتی پیغمبرت بری هنگه جک بله یعنی وکی عیسی و موسی و زکریا و یحیی و وانات زانین کو پیغمبره بله. باشه دو تشتیت هین، دو جورید مروفایت هین. جوره که های، اف مروفه نزانتن، مثلا بو نمونه قریشی ها، یعنی بوانا تشتیت غریب بی پیغمبر، بله. بشت از پیغمبرم و وحیا بو متیت و خدای الگلمن و بس هر گوه وقتی بو ایکی دیارت بی بهرا پتر شوانا، بهرا پتر، ایمان پیت اینا. بله. بله جی هر تکون دا پیغمبری دیتری و حتی پیغمبری مثلا علیه السلام. و دزانی و یقین هبی که اوه پیغمبره وقتی بله. گویی چجورا جرّا برج الجل نت کرد؟ بله. یعنی بیش کو گمان بین ات سر هندی راجک؟ بله. بس ایمان پینت ایناو و نه مسئله که دنیا داری او زنده و مثلا دنیا و آخرتیه. یعنی. بله. بس بو چی چت یعنی و چه سال و خط و صفاتن جبرچی اف نه و کیچن نخوش کندنها دفونا یعنی اعتراف و دام پیدان کردن بوان پیغمبرا و بردوام دجاتی تید کردن. و طبیعتی وانا. طبیعتی وان بله. يعني خراب العالمين كسك مجبور ناكريا ادفي جيانا الدنيا اذا كو كان باش بت ان خرابت بله خد تعالى ام همي الداين و ام مسؤولين اشرف تاريخ خا يت آزاد كريم طبعا ورب العالمين كامل حريات يا دايا في بشري همي ك
كيش ما مروفا كيش ريكي بخا بيجرتن ريكا حقيقي بيجرتن يانجي ريكا باطلي بيجانجي مثلا باج بت يانجي خرابتن ودار انجام جي ديار دار انجام جي طبعا ابد دار انجام هادي هو صابنا باش تينجي رب العالمين محكمك عادل يا دينا رجا قيامته دا او انسان الدنيا ريكا خراب جرتي سزاي خوار بيجرتن واو انسان الدنيا جي ريكا باج جرتي عين او جي جزاي خوار جرتن جزاي خوار بحشتي ورجتن اما الفيري بجات مينتن معدني مروفي أفا اختيار وانا نكو رب العالمين مثلا يعني إنسان خدت على همي ويك إكيد شيء جرين ويك إيك أفا درست إجالة جرى ديبشن احتمالا بشكل بابا دي دار كبيرجيك ديبشت برا خده أبو حسكري بلي ها خدت على ويك تأما جابي داي ما بو إيكي حزد كت خرابية بكت نخير يعني خود تعالى تجارة حسناكت كاس خرابيكت ولا يرضى لعباده الكفر هذا القرآن بيشتن رب العالمين حسناكت كاس كافر بتكاس حاشا خرابي بكت كاس سردا بتشتن بس مسلاكو خود تعالى تزانت أما ناخد تعالى يعني حسكت أنجي حسكت يا فلان كاس خرابت نخي بس رب العالمين زانتن هر اي كاني دي كيش ريكي باتشتن هر اي كمعدنوي تشتشتا وكي قالك جرى ما افسحبتا ولا مشين بابتي قضاء وقدر احتمال بدير بتشتحبتا ما بس شافي قوي مثلا ما مستايك صالة كي درسا بيشتا طلبا بري امتحان ما مستات زانتن كاي كي دي ساقط بد كي دي ناجح بد بوشي چونكو او صالة كي تقلوانا زانت كاي كي خوان دو كي تصافي دا دستي خوان مونا دي بجد طلبا كي هما شو لا تشخوي اتزانا و اكيد ساقط جيبتن او بس هكي افيها خوزيرا كي تو ناجح بدو سيدا شد رجل ينينا يعني اما في جا معدني وانا وكي قوتي نفشي وانا هما هوصا الدرجاهية التاريخي يعني أفريقيا بخاقيت ريكا غدري ريكا خيانتي ريكا كشتني ريكا ببختية ريكا الظلمة أميد بيني كافي قافي يعني زرعك الظلمة يعني يا رحمي جي السري وانا طبعا ما قوت نينا بلي طب شين صحبات أخوة تمام بكين ما ترى وستان دي ببورا بلي برا في جا ما قوت يعني أوانا يعني بيغنبري صلابة خودي سربن وعد داوانا ده رجا كو دار كابن دي سبع عبد الله بن أبي بن سلول ما قلت جارا القلب بن قينقاع أشكرا هاد قوتا بيغمبري أفانا عفيكا أما بشتي هنجي هروي هزرت كير دست بيك هنجي قلت بيغمبر چه هزراج فينا بلي چه هزراج ناكد بس أما وقت آتت قرآن هاتينا خاري وفجشنيكا يعني موقف منافق القلب جهية بن قينقاع ديار كير قهندا كيت هين شوات چن وكي قوتي برافانية جيت كن فجا طبعا واضح بين أشكرا بين موقف منافقة الفيري فجا هما بدزيكي فواف دايك فري كربوب بنامالا يعني يا بنو النظير و قوتا وانا قوتي ندار كافن قوي اخوانا دنا محمدي هكار هينو هاتن داري خستن امدي القلوة دار كافن هكار شار قلوة هاتا كرن امدي بشتاوا قرين هكار هينو هاتنا كشتن امدي القلوة كشتن اكين فجا وكي آتا قران بشتن ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ورب العالمين فجاشني كاتت تعقيبة السر موقف وانا بشتن لئن أخرجوا لا يخرجون معهم يعني درواجيت كن منافق درواجيت كن او وعدو سوزيت داينا بنا مالا يا بنو قريدة هكار بنو قريدة دركتن منافق جال نادركن وإن قوتلوا وإن قوتلوا لا ينصرونا حتى هكار محمد صلى الله عليه وسلم شريج قال وانا بكتن هر دي سبب منافق ناچن هاري كاريا وانا طبعا آيات القرآن بشتن قد بشتن إنهم وكي قوتي تعقيب السرق أبا شأن كافرانا ومنافق بكفر دانا نياسين هر چند السرب السرب ما قوت يعني بصر مانم طبعا الفيري بنا مالا قريضة با قينقاع بري هنجيت هاتي ناشناف برن وكوها كارو اوانا بشتخب بنو قينقاع جرن كارو هلو اصلا قريضة جي اتهوارا وانا نهات يعني قريضة جي باش در في مدينة بلي قريضة جي هار دي سافت هوارا وانا ما قوت نهات بجا سير ريدان اتناف حصار دا حصار وقت بيغمري ابلوقا دينا يسر بسر كردات يا محمد بن مسلمي سي او دي سي ريدان هاتنا بيش اي كشوانا ظلامة كبير قلتني عزوكي هي جهي عزوكي جهي اوها سر كردي او دي ابي سر كردي تير هافجيت وانا بي طبعا سلاحكي جل اكيب قواتها بي وشهر الزابينا وشانت صال بي خواب برهبيت كرن امام علي برساكن تنتيل اكي دين تاوي السر باني كال هيت كجد هما سروکی تیر هاوی جتوانا هما هر دست پی کاش شری اوها تا کشتن اوه خالکاش کستی نبیت نفوانده اوه ایک یاد دوی پاشی ده شوانا ده فیرسی توانا محاوله کر الدور صحاباب زفرن یعنی حج کل دور جیشه بزفرنو و بیخنه کچا دور پیج بکن بله دور پیج بکنش هر دور رخاوت دینینه پیغمبر پی حساس صلافت خودر سربن ابو دجان افره کری هر ده ظلام جی کشتن طبعا شره وطبعا هر دي محاوله كتن طبعا هفالي خواه ما قوت اشناف ببتن ابو دجانه پشتی چوي طبعا كسك شونا خلاصنا بهمي ما قوت كشتن پیغمبر يجي صلابت خود سربن
يعني عبد الله بن سلام يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم دست هفته اوديت وانا برين يعني بستانت وانا برين بستانت قصبا طبعا اويت كل هيت خوفه و بكلات اصينه بس ما نشنون كلها بسطينن پیغمبر صلى الله عليه وسلم عندك خالد ضغطي فشار ديت سروانا كدا مجبور ببن کوش کل هیت خود در که برو خود تسلیم کن ایکش وان خالد پنگاوه پیغمبری هاوه دین پیغمبری اویدیت وانا بیستانت وانا قصبا سلطن آگر بردائه برین و جا وقتی برین عبدالله بن سلام وره کر ایکش طبعا عبدالله بن سلام پشت نگه بسرمانت بتن ایکش احبارت وانا نه آقل دارت وانا گوتنه گوته هر بجا محمدی بلا اویدیت ما نبرد دارت ما نبردن دیاره پیغمبری صلی الله علیه و بو کرینا دل عبدالله بن سلامی هر وقت شنیکا پشتین که طبعا بسرمان بی دا خاطراوی گوتی نبرن گوتی اویدیت وانا قصبت وانا نبرن اینا جهی ها وجود دست هفته شبه هاگ بلاف کرد گوتی باشه یا محمد تو دو کارت هفته جد گل ایکو دوت کی یعنی تعاولی که دار قصب برین هکه برینا دار قصبا درست بت پاتا بوچی سکن آندن باشه پا هکه ندرست بت پاتا بوچی برین لما برا خود ویگاوی هندی اف شبهه سر اسلام در کبن همه مصدر وانا جهینه گلکت شهرزان اکو کاده چوا تا ایخنت طب که یعنی او ده تا ایخنت نابینا چکو چه سندانی دا تا قال مجال کل یعنی نشه باخوی یعنی یا محمد هکر برینا قصبا درست بد با تو بوچی سکنی تا بوچی نبرین او پشتی هنگی هکر برین آوان ندرست تا بوچی دست بکی برین طبعا اکثر رب العالمین جاباوان دا گوتا پیغمبری صلی الله علیه و سلم بیجه ما قطعتم من لینت او ترکتموها قائمتا على اصولها فبإذن الله برین جیب ازنا خود تعالی یو ساکنان دن آوان جیب کنه این برین جیب ازنا رب العالمین یو چطوش پیغمبریش دف خونه کری همی یعنی وحیش دف رب العالمین ما گوت تیتا خواری طبعا ویره یعنی اوانا دید کو کاکل کا دلیوان يعني وكي قلتي سربش كماليوان او 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 دار قصبن او بيستان وقتي هاتين بريني اكثر هما وكي ما قلتي اويدي بين يعني حد كنت بيجي تشانجش كاستي بين او جالك يعني بخدا شونا خواري اينا يعني افان هر دو ريدانتها ريدانت برينا يا قصبا وهر وصا كشتنا عزوكي جهي وهر وصا فهر دهدي وان هر دو ريدانتها ما قلت ولكن طلبة تسليم بيني كرن طلبة تسليم بيني كرن و پیغمبری صلی الله علیه و سلم مگه شش روز یعنی پشتی شش روزش حصاره پیغمبری علیه الصلاه و السلام گوتا وانا وقتی دی تسلیم بن گوتا پیغمبری همه معاملات او دیل گلمت یا بنو قینو قبی معنا مال ما و عیال ما بنا پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوتی ابدا بس در رحیت خواب تنه خلاص کن بس رحیت خواب خلاص کن پیغمبری کس شوانا نگشت یعنی هزر که وانا محاوله کشتنا پیغم گلک جارا ویگا به جمانه پیغمبری صلی الله علیه و سلم او پیغمبری سری جهی یا اینای باب خودی هکر ویگا و انسان کی پوجدان بد ذره کا ضمیری وجدان هبتن با او افتن نابشتن ور یک دیتا کوجتن پشتی هنگی وقتی کفت الله پتا تو بجی هم هره یعنی گلو ما رفتار یعنی همه چی همه مالوان جستان همه مثلا یعنی بیستان و مالوان ملکی وانا بو پیغمبری ما برانبری هنده ما که پیغمبر کش بادا پشت اینگه یعنی دا چوا بو وانا چه تحسری اجبر هنده پیغمبری علیه الصلاة و السلام هر وسا گوتا وانا جی گوتی گلی جهی یا ما نه هنده چند گوتی بله ما نه مالی و همی ما و عیالی و ما و مثلا بیستان تو ما ملکی و ما گوتی بله گوه گاوه جی هر کسا که شا بسرمان ببتن دیجارا کادی حمید اشت خواه زورین دوه سکی بوه دل نازکیه بیمعنا پیغمبر نه مقصده پیغمبری مال آن ملکه نخیر مقصده پیغمبری ایمان آوانه نه حتی آخر لحظه جی درد کبنها یه چون پیغمبر چو سری ری که بری کوانه گوتی ورم زور نوه هر کسا که شا بسرمان بب طبعا الویره يعني اكيد قلت يامين بن عمر وهروسا اكيد قلت ابو سعد بن وهب افهردك بصرمان بين افهردك ما قلت بصرمان فيجا يامين بن عمر وقت بصرمان بين هيش شرينا هي ايمانه ورفتارا پیغمبری گل هما وکی گوتی گوتا پیغمبری از چپ کم بوتا یعنی لازمه از تشتکی بوتا بکم پیغمبری گوتی والله ما چشت نوید من یا مشت دویت تا ایمان اینا هر مال خواب با و ملک خواب با و بیستان خواب همین تشت خواب خواب با اینا گوتی پاده تو راوستا از یه طولاتا بکم یامین بن عمر و همی ساعت اک تینینه بسر ما بی رابی چو اوی کدا بریف سر پیغمبری دا لیدت نینه او گوتن عمرو بن جحش هاش نیکا ناوی ها تا بیرا من رابی چو او کشت او عمرو بن جحش او جهی یعنی اوی کدا وی توانه کتن کچو حتا وی گاوی ری راشیه کپ وی و اوی بجنه اشق القوم اوی حشت را صالحی کشتی بجا پاکی اوی پیغمبری خودی کشت با صلافت خسر طبعا وقت طول بو اوی دیا بو پیغمبری صلافت خسر برای بیچو عمرو بن جحش مگود کشت اوه یعنی دو ماهی کا یا بنمالا یا بنو نظیره
كو پیغمبري صلوات الله سربن اجلاء وانا كجي اوجش مدينه داري خصن بيكو وانا بكوجتن بيكو وانا درجه بو فكر جكو هكا بين بصرمان جيبن نهاتن بصرمان نبي سرهشكن يعني بله بله سيدا بشتيفان هردو قبيله هي جافتها جي هرمان يعني حتى تش دم حتى تش وقت جيمانت مدينه داود قلب بصرمان او بيلان تني واف دجات يا هني يان دمكي و پیغمبري شنافه در خستنو خلاص كن نو بصرمانه بله من حتى چه دم مانه بيته يعني جاري مانه اويت مدينه دا نمان ما قد دو قبيله شوانا اويت خيانات كرين اويت خيانات كرين نمان بنو قينقاع بنو نمان دو قبيله دي ما بين ما قد بنو عف و بنو الحارف ما بين بس اوانا چه خرابي نكر هما اوانت نف جواكي بصرمانه لما بي زرار بين زرار نكرن هر وكي دياره يعني بد يارد باش درسيت بخشوان جوا درسيت بخشي قرتين يعني الطرصة مثلا المهم سيدات بحثنا كتكو اونا خرابيه كانت بيغمبري صلاة قصر بن يعني تعاملات قلتي تعاملها هولاتيت الدولة هلوكي شو تعامل ديال بصرمانة كريا اما قبيلة كادية ماي يعني بنو قينقاع بنو قريضة بنو قريضة يا باش دربة بنو قينقاع وهروسة بنو النظير ابيش مدينة داركاتين همي شونا كيري بنو قريضة شونا خيبري شونا تنف بنو قريضة وقتي شونا يويري طبعا دا باش بزانين بنو قينقاع بشتي بدري هاتنا داري خستن وبنو النظير بشتي احدي هاتنا داري خستن وغزوة بنو قريضة بشتي شري خندكي بشتي شري يعني بشتي هر شركي جهية ومحاولة كيلي وقتي بصر ما بسارك هاتن زربة كيلي بصر ما نبدن طبعا اودي حيي بن اخطب افا مظن بن مالا بنو النظيرة او يكو فيدو مايكي ما بحسيوي كيلي وقتيش مدينة داركتي وقتش مدينه درکتن گهشتنا ابدیه چون مالت خبرنا خیبره چون ناف بنو قریضه حیی ابن اخطب ادگل برای خو ادگل پسمام خو سلام ابن ابي الحقيق سلام ابن ابي الحقيق و هر وسط گل عامر الراهب گوتنه عامر الفاسق يعني هندیت انسانا کی پیس بی راهب على الراهب وانا بیت گوتنه عامر الفاسق افهرس ظلامتها رابين شونا مكه دا باش جو خبدا يعني شيطان يتوانا ومؤامرات يتوانا رابين أبيتها ما قد شونا مكه وقتي شونا مكه پیغمبري عليه الصلاة والسلام طبعا أفا بشتي أبيدي أفا بشتي الشر أحدية و يعني كو دستبيكا يعني دستبيكا شر أبيدية دستبيكا شر برهفيات كن كبو شر خندكي طبعا كي برهبي كرن اوليكا كي شر خندك انجام دا جهيا يعني كي ابو سفيان ب 10000 چك دارا و اينا سر مدينه اه اوي حيي ابن اخطب هر چنده پیغمبر يا عفي كريش مدينه دري خستو رحاوي جي گوتي هر بلا رحا خلاص كه ببو و ديال لي جرا هيش تا كربو كربو اينا تاي ما گوت يا ات 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 زكيدا وطبعا حيي ابن اخطب ما گوت قال فان هردو ظلامتها چون اويدي چون مکه حرکت سیاسی یا اویدیه چون گل ابو سفیانی گوت وره یعنی هندی مصرف الحرب بچتن امدیدین و هر وسا گوتی هندی چک دار تهبن بینه و امجید گلتا ام همی پیک ود گلتا دستت خواد کرن سفرا خوینه دا و چون همی او دستی بخوین الدیوار کعبه دان اب کعبه سینت خورن کو ام پشتا ای کدو برندین حتی ام محمدید کجی هند حلفکا یا بقوت بنو غطفان من قبیله که های اجدر و ایمکه گلکا بقوتا گوتی ام دیوانا چوا اینین اینا حیی ابن کعب چو گوتی سالا که فقی خیبر دیدمتا فقی خیبر دیدمتا دیدم بنمالاتا عندما غطفانا هکت بی هاری کاری مبکی غطفانا جی نزیکی تقریبا نزیکی 1300 ظلامش ناف غطفانا جی هاتن بجداری جیشا ابو سفیانی داگر واضح براحة تاویره آها ما گود حیی ابن اخطبی ابو سفیان بجیشا کاوکی گودی 10000 اینا هات راستا خیبره وقتی هاتی راستا خیبره کی مایه هشتا بنو قریضا بخواب خواه نرابینه اوا کی افق نمازن کیری اوا هشتا حیی ابن اخطب ما گوت سروکی یا عشیرا یا بنو نظیره حیی ابن اخطب رابی چو دف کعب ابن اسد کعب ابن اسد مازن عشیرا یا بنو قریضا اوا کو ما گوت اوکنجیت یت خیبر بخوا گوت کعب گوت چو ازانی شوی وهات چو ازانی حیی شوی وهات چو درگه خوگ کعب ابن اسد بر وکیب عاقل بی يب عقل بيقوته يعني قوت وقت الزاني كو أفا بلاك تشوف ديرا درجة خواجت أورا بيشود دنقو درجة هذا أبي ديكرو ديدو والحاصل
درگه بو وکر وقتی درگه بو وکری گوت تخیر یا یحیی گوت اوا من جیشکا اینای پشت راز با گوتی وینقلی ام خویت لهند کاش داد سوشین بسرمانه دستوجین و د محمدی جی کوجین اینا کعب ابن اسد گوت یحیی جامری من حتا و گاویجی من خیانت جی ندیدی هر مقنجا جدیدی اس نشم خیانت لکم چا ادا خال گل دی اوی دیکم دی چا ادا خال گل کی شکینم والحاصل دو ماهی که یعنی اوجی مجبور کر اوی دیجی بنو قرایدا جیب سر کردایتی یا کعب ابن اسد اوجی رابین جی شخ اینات گل یا ابو سفیانی و پیک و یعنی هاتن سر اوی دی هاتن سر مدینه طبعا تاریخ سیرت پیغمبر در صلاب سر بن غزوه آن شر احزاب شر خندق دجوارتر و تنگافتر بسرمان نکتینه چود یعنی هند تنگاویا یعنی همه هنده وکی گوتی نیزی که 6 مترانه فریا خندق 6 متر بین یعنی گوتی بشین خواست سر را باویجن خواه بشر اکیت مدینه دانا هیلن هر وکی کچا ویگاوی نینه ها ویگاویجی هکه بشین هکه نش اش دفاع و برخودان و فیرسی و پلوانی و قارمانی ها يعني جماعتت قسام بتن اويتكو وكي گوتي بسرمانت راستقينيت ايماندارت درست وكي چا صحابت پیغمبري عليه الصلاه والسلام ها ويگا ويجي هكا بويرن دي چناستر غزه او خوه يتلهند كاج داري سوج نيويت كنجي ويگا ويجي كي طبعا ويجا طبعا قصدان بيكو هيرشا زميني او ويگا بيچكو بري سي چار روزه كي گوت بي امريكين كاچا وا حماس يعني او قلوله نشاد ما نه ما گوت مغيرك نشاد چا وا جندي كي اسرائيل وسا جردت بي مغيرت برخوري اكثر يعني هزرا يا هيرشا زميني بطال كير امريكا غوتي غوتي دي چاوا چي غوتي باجر كي وكي غزه بسرفا وصايكيت بن فاجي بجا دي چاوا هيرشا اكثر راوستان بجا هاوي غاويش كربت خدا شكربت خدا بجا هاوي غاوي دين المزگفتي وديننا جام اي وديننا يعني خستا ودين نصر دين همي عردم مهم ما غوت يعني غزوه يا خندكي نخوشترين غزوه بي بو پیغمبري عليه الصلاه والسلام طبعا الفيري يعني پیغمبر خود صلوات خود سربن هر دي سبب خرا گيري و ايمانوان يا مكم درش ناكم چكم نستر حسابات مستر شرخندگي مهم بسرمان بسر كاتن و ابو سفيان جيشخا جركادي زفراندو جيشخا زفراندو بر اويدي تفاصيل دي مسئله دهين بجار ام زفرين سربابت ي جهيا پیغمبر صلوات خود سربن دست هفته چود جور و طبعا حتی نیوروش نیوروپی و شر بطال میشه رخندکی پیغمبر چود خواه شرینت جبرائیل ها گوتی یا محمد ملائکت حاضر خانه و شلان یا رابا گوتی چپ کن گوتی هر سر خیبره او خیانتا بنو قرائده کن جهیت ید بنو قرائده بنو نظیر کنی پیغمبر جه علیه الصلاة والسلام ابن اسحاق بجدن گوت صحابة يلا او جيشا او دهزاري او بروانيش مدينة كده شريخ عندك كده قلت يلا دوارت خسيار بن لا يصلين احدكم الا في بنو قريضة الا في خيبر نفيجا ايفاري لازمه نيفروا نفيجا ايفاري لازمه هنا البنو قريضة بكن طبعا مسألة فقهية او جيكا هاي بصرمان حتى كهشت نبي عيشة فيجاش نيكا نفيجا خويا ايفاري ومغرب وعيشة هم ساركن ساركن بيغمبري نغوتا وانا جي خوش قال كسي عاجزنا كن اجتهادك وانا بخوا كيري بيغمبري خدي عليه الصلاة والسلام ما قلت عائشة جهشت ويره ورجديا باشتري سحارة يعني دست هافتني يعني أوديكر شد بجنة تيرا هافتة كله توانا دور طبعا حصار ديناصر هردي سبا و يعني وقت هافج سحارة حتى إيفاري ما قلت دانا بر تيرا وبشتي هنجي حتى ایواره پشتی هنگه ظلامه که بید گوتنه نباش نباش ابن قیس ها تخواره طبعا همه گله نوکش همان در تیر بردانه اکثر همه بعجی نشتر ساده چکمانه بری هنگه وکی گوتی یادی تی کاچب سریت اویدی اینا نباش وره کر گوته پیغمبری صلابت خوی سرمن گوتی امجی ده این خوارش کل هت خواه دگل ویق عقد اوات دگل بنو نظير كري بمعنى ده مال خواه دينتا و ده ملك خواه جدينتا بس هم رحيت خواه خلاص كم پیغمبری گوتي ابدا نینا بتشتا گودی یاوه مستره یاوه هشتا کچاوه یا بنو نظیر مستر بیش یا بنو قینقاع بجا یا بنو قرائده صد جارا مستره ده هزار چک داره تو بینی سر دو هزار مروه و بینی سر عرض و عیالی یعنی گودی ابدا افتشتنینه الا هنده این اخوار سر حکمه من الا که اسلامتی چه حکمی درد برتن هنده سر حکم اسلامه ما گود هنده این اخواره او جولای که یا مفاوضاتا طبعا الفيري جهيه وصى حساب كيركو هما دي حصاره ودي دوما هيك ايتو باش نقدر راح يتحقق برتال كنو ودي اويديكن بيغمبري صلاه تخلي السربن يعني شكو هكر اوانا الزحمه ترين ظرف دا
10000 جيش يا بري طبعا هيك دا اباده كان بصر ما طبعا افا جريمه قالك ما ظنه والهكت في جريمه بكيه طراز يا كدا باورناك الانسان كي تمتي ستري دريزي كي ياسا بزانت ياسا دولي او فيغافي شي دولته ياسا دولي يا ناف دولته دابت شي حتى قانون الدولي عام بتن او فيغافي لا هاي هاتي يعني ايك بيت كودي جيشك 10000 سر دولتاتا بشتينجي دي تشوا لا ما جالا جافي غابي واك شبهات بيج ما تشا بيغمبري تشب سري جهيا ان البنو قريضا دي كوار بر خدا خيانه توانا بيغمبري جي عليه الصلاه والسلام ما قلت قلت الا هي تشكيدم 5 دقيقه بسرف ان شاء الله ابدي هما بشكي كورد فابرين قلت او نينا يعني هينجي راح تخا خلاص كان نينا او تش توانا ما جالك مازنا قلت لا يلدغ هال فيري بيغمبري صرف حديثها قلت يختبش لا يلدغ المؤمن من جحر مره مروی بسرمان دو جارش کنه که نایت پیودان برینو که ا بس ویگاوی طبعا نه پیغمبری علیه الصلاه و السلام او هیلات ناف برا چکوچی وسندانی دا یان دی تسلیم بن بی قید و شرط یان جی دیت کل هیت خو و مرن او ابیدی یعنی شته نه دا و هر وصا ما گوت اجبر صدا کعب ابن اسد او مروی باقل او گو ما گاوادی بحثی بکری سحک موقفی گوتی گلی جهیا گوتی بله گوتی دی سه او دی بجما و سه و کی گوتی سه پیشن یارا هل بجارا دد ما و ایک شونا گوتی ورن يا ايكي غوتي داب دي في پیغمبري بچ هم همي زين راس ها موري اوا اوتا اوا توراته اف اوتا اوا اوا همي بس نه بپ هم بو چي نه عمل ايمان ببينين ام دي منيستر ملكي خو ده منيستر كه هيت خو ده مالت ما بمينين در رحت ما بمينين دا ايمان ببينين دا ايمان ببينين خلاصو چو اينا جهيا غوتي والله غوتي ام ايمان بناي ای باشه گویی هم ونا که این گوته گویی وارن دا عیال خو همیا بکوچین و آجری جی بردن که الهت خامال خو جی همیا بسوزین و بخو روزا شنبیه نه گویی امده وای که گویی خو بردن میدانه امده خو بردن میدانه آن بوما آن بوانا آن امده وانا فنا کن آن ابدی مفنا کن و خلاص شو وارن میرانیه دیالا وارن هم ونا که گویی ما هکم عیال خو جی همی کشت و ما مال خو جی همی صد ما جانم پشتی هنگی بودشی وقتی معیال خو جی که خو جی کشتن هم ونا که گویی اری ولا باشه گویی یاسیه گویی باشه گویی باشه یاسیه گویی افشوا شوا شنبیه او ویگاویت پشت راست نکو چکو جهی شو روژه شنبیه چو تشتانا کن ورن دا شوا شنبیه هر شکی بکنه سر گوت خوده امش مسخه ترسین یعنی خصفه گوت ایمانه با پیریت ما یعنی روژه شنبیه چو بین ماسی گرت بین نه چو بین شری ماسی گرت بین خود تعالی کرن میمین کو براس به جا گوت امرا بین شری بکنه ما ایجار گوت امل اش مسخه و فسخه طبعا الترسین طبعا الفیری يعني برا خدا ابي ديوانا عقلي وانا وعنجهيه وانا نظام احتمالات يبنزل عشان بابات يماي بس مدفير ري وان ي رش ي قباحه الشرمزار هافي غافيجي هر بردوام لا ما في عندي بابات ان شاء الله ديار ري وانا دار اشتراج سيده ملطا و بوان رونكرنا خد تعالى ان شاء الله مش بيلانو ببختي و شكاندنا عهد سوزت وانا ببارزت ان شاء الله و رب العالمين سر كابتن دو بسرمانا دوی شرهنه دال سر اوانا اوید کو خیانت کار هر جده سپیکو هبین اوانا و حتا نوکر حتا قیامته گلی سپاس بوه خاطر و خودت گلمه همی آبد سپاس بوده سیدن خودش ترازه بشه